بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فنيين التبريد والكهرباء بشكل عام وطلبة المعاهد الفنية وكليات الهندسة. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض مجموعة من القوانين اللي بيحتاجها أي حد بيشتغل في مجال التبريد أو الكهرباء بشكل عام، وهنشوف مع بعض كده القوانين دي. أول حاجة أنا عندي القانون الأول لتحويل الواط إلى أمبير والعكس. طيب انا عندي الامبير بيساوي الواط مقسوم على الفولت، طبعا ده بيرمز ليه بالرمز W وده بيرمز ليه بالرمز V. يبقى من القانون ده اقدر اقول ان الواط بيساوي الامبير مضروب في الفولت. طيب نستفيد من القانون ده في ايه؟ لو عندي جهاز ما ادانيش فيه الامبير بس مكتوب على الليبل بتاع الجهاز مثلا ولتكن تلاجة انها بتسحب او الجهاز ده 1500 واط، 1500 واط، جهاز تكييف او اي جهاز كهربي مكتوب عليه 1500 واط، نحسب الامبير بتاعه ازاي؟ ده كده واط. زي ما اتفقنا الامبير بيساوي ايه؟ الامبير بيساوي الواط مقسوم على الفولت. هنفترض ان الفولت بتاعي ثابت اللي هو 220 والواط بتاعي الدهولي اللي هو 1500، يبقى لما اقسم 1500 على 220 المفروض الجهاز ده يسحب 6.8 امبير، وكده انا عرفت امبير الجهاز بتاعي المظبوط. لو بيسحب اكتر يبقى في مشكلة في الجهاز بتاعي. ده اول حاجة معايا النهاردة هو اللي هو ازاي احسب الامبير بتاع جهاز 1500 واط. طيب القانون التاني اللي معايا، لو عاوز اعرف حجم ضغط بالحصان، حجم ضغط موتور تلاجة او فريزر او تكييف ايا كان، مكتوب على الليبل بتاعه بتاع الجهاز ده الواط الكهربي، مش مكتوب الحصان، وانا عاوز اعرف حجم الموتور بالحصان. الاول لازم تكون عارف ان الحصان بيساوي 746 واط. تمام. هنفترض ان عندي التلاجة بتاعتها او الفريزر مكتوب عليها على الليبل بتاعها انها 150 واط، 150 واط او واط. عشان احسب الجهاز بتاعي ده كم حصان، هاخد الرقم ده اقسمه على 746، فهقول 150 مقسومة على 746 هتساوي تقريبا كام؟ 20 من 100، 20 من 100. ده معناه ان الجهاز بتاعي ده 5 حصان، 1/5 حصان. طب لو ادتني 25 من 100، ده معناه ان الجهاز بتاعي ربع حصان. طب لو ادتني مثلا 30% او 35، ده معناه انه تلت، وهكذا 50%، ده معناه انه نص مقارنة بالرقم 100. تمام. ده كده احنا عرفنا ازاي اعرف الموتور بتاعي من خلال الليبل، طبعا ده الحصان الكهربي، هقسم ازاي وهشتغل ازاي عليه. طيب الفكرة الثالثة اللي عندي التحويل اللتر القدم لقدم. لو انا عندي تلاجة مكتوب عليها 400 لتر، وانا عاوز اعرفها كم قدم عشان احدد مثلا الموتور بتاعها او كده زي ما احنا بنشتغل وعارفين.
طيب، اول حاجة لازم أن تكون عارف ان عشان احول من لتر القدم بقسم على رقم ثابت اللي هو 28.3، يبقى 400 لتر هحولها للقدم، هقول 400 على 28، 28.3. خليك عارف عشان احول من الكبير للصغير بنقسم، وعشان احول من الصغير للكبير بنضرب. طيب الرقم ده تقريبا هيطلع 14.1 قدم، طبعا يعني 14. طيب طيب لو انا عاوز اعمل العكس، عاوز احول عندي 8 عندي الثلاجة 18 قدم، عاوز اعرفها كام لتر. في الحالة دياتي انا هحول من الصغير للكبير، يبقى كده هضرب 14 و 14 واحد من 10 في 28 و 3، هتديني 400 لتر، لان هنا بحول من الصغير للكبير. طيب المسألة الثالثة او الحاجة الثالثة اللي لازم تكون عارفها عشان احدد القيمة المناسبة لجهاز تكييف هيركب في غرفة، في طريقة كده كنا اتعلمناها وان كانت غير دقيقة، لان انا لازم اعرف المكان ده فيه ناس هتقعد قد ايه، فيه اساس قد ايه، يعني حاجات تريسة، غرفة نوم، دي مطبخ، دي صالة، لازم الحاجات دي بتتحط في الحسبان. كمان الاضاءة اللي عندي قد ايه، لان الاضاءة بتعمل حمل حراري، المكان ده مفتوح ولا مقفول، يعني مفتوح ومقفول، يعني في احمال متكررة، يعني في ناس بتدخل وناس بتقعد، زي صالة عند طبيب مثلا او كده، او صيدلية، دي كله لازم يتحط في الحسبان. ولكن القانون اللي عندي، لو انا عندي الغرفة دي، هنفترض ان دي الغرفة اهي مثلا، المسافة دي او الطول بتاعها 8 متر، ودي 8 متر، والارتفاع بتاعها 3 متر، وانا عاوز اركب فيها جهاز تكييف واعمل له حسابات مبدئية كده، بروح اقول ان هنحسب كده، هنقول الطول في العرض، الطول ده في العرض ده في الارتفاع، ماشي، مضروب في رقم ثابت اللي هو 300 رقم ثابت، وبقسم الناتج كله على 12,000، تمام، يبقى بضرب الطول في العرض في الارتفاع في 300 رقم ثابت، وبقسم على 12,000. بس خليك عارف كمان ان الطن تبريد بيساوي 12,000، عشان كده انا بقسم 12,000، 12,000 ايه، بي تي يو، تمام، وان الحصان بيساوي تقريبا 8,000 بي تي يو. طيب في حالة الغرفة اللي احنا اتكلمنا عنها ديتي هحسبها ازاي دي بقى، هقول 8 اللي هي الطول في العرض اللي هو 8 في الارتفاع اللي هو 3 مضروب في 300 اللي هي رقم ثابت، وبقسم على 12,000، الناتج هنا هيكون كام؟ تقريبا الناتج هنا هيكون تقريبا 4.8، يعني 5 طن، يعني تقريبا 5 طن، تقريبا 5 طن. طبعا اقدر احول عن طريق المثال هنا، لما قلنا 5 طن، الطن قلنا بيساوي 12,000 بي تي يو، اقدر، والحصان بيساوي 8,000، عن طريق العملية الحسابية دي اقدر اعرف ال5 طن دي كام حصان، واشوف انا هركب جهاز قدرته كام حصان في المكان ده. لو احنا بنتعامل بالحصان، لو احنا بنتعامل بالطن زي دول الخليج، يبقى انت كده هتركب جهاز 5 طن، تمام. دي كده المسألة بتاعتنا اللي بعد كده. طيب آخر حاجة معايا النهاردة، لو أنا عندي مكثف، المكثف ده أنا عاوز أعرف المكثف بتاعي سليم ولا مش سليم، أعرف إزاي إن المكثف اللي عندي ده سليم أو غير سليم. طيب أول حاجة هفترض إن المكثف أهو، بوصل عليه كهربا، فيشة كهربا لمدة ثواني، وبعلق بنسة الأمبير بتاعتي هنا، وبشوف القراية اللي طالعة عندي كام. هنفترض إن طلعت عندي القراية مثلا 2.5 أمبير، تمام.
طيب ال2.5 امبير دي هستفيد منها في ايه بقى؟ انا هعرف الامبير المظبوط بتاعي عن طريق، او اللي هو الحجم المكثف كم مايكرو فراد، عن طريق القانون اللي انا هقوله ده، بتساوي الامبير مضروب في رقم 3185، وده رقم ثابت، مقسوم على 220 اللي هي الكهرباء العادية. بس عشان ما تظلمش نفسك وتظلم المكثف بتاعك، لازم تكون عارف النقطة الأولى دي. ال220 دي يا جماعة مش رقم ثابت، يعني أنا لو عندي الغرفة المكان اللي أنا بقيس عليه المكثف الكهرباء بتاعته 185، يعني أقل من ال220، هيفرق معايا جدا في النتيجة بتاعتي، وبالتالي هقول على المكثف بايظ وهو مش بايظ. فلازم أقيس الكهرباء بتاع المكان الأول، وعشان أعرف أحكم على الأمبير بتاعي. يعني هنفترض إن المكثف اللي مكتوب عليه 70 مايكرو فراد مثلا، 70 مايكرو فراد، وانا حسبت 70 يو اف، وانا حسبت الامبير بتاعه مثلا طلع 41، حسبت بالطريقه دي الامبير بتاعه طلع 2.5، ضربت 2.5 في 3 في 3185 وقسمتهم على 220، اداني مثلا 41 وكسور مثلا. ده معناه ان المكثف بتاعي ده بايظ تالف. المفروض يديني قيمه تقريبيه لل70، لو اداني قيمه قريبه من ال70 يبقى معناه ان الامبير بتاعي مظبوط، ان المكثف بتاعي ده مظبوط، وان كده مش هو المشكلة اللي معايا في الموتور بتاعي. شكرا لكم على متابعتكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، قناة الورشة. شكرا لكم على متابعتكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.